ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف. سيد سيدروف، أهلا بك. تصريحات لافتة، نبرة تهديد من قائد قوات فاغنر شبه العسكرية، ويعني دعوة منه إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسيين للقدوم إليه إلى روستوف. كيف تقرأ هذه التصريحات من بريغوجين؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. مثل هذه التصريحات كان من المتوقع أن تتم أو تحدث آجلا أم عاجلا، لأن الخلاف بين بريغوجين من جهة وقيادة وزارة الدفاع، وزير الدفاع شخصيا ورئيس هيئة الأركان، كانت قد نشبت منذ فترة طويلة. وفي البداية كان هناك شكاوى كما نعرف جميعا من قبل بريغوجين من أنه بحاجة إلى المزيد من الذخائر، ولكن وزارة الدفاع لم تزوده بذلك على حد زعم بريغوجين نفسه. ثم بريغوجين رفض إبرام عقود مع وزارة الدفاع، وهذا الأمر كان إلزامي بالنسبة لكل المجموعات المسلحة التي كانت تحارب خارج إطار الجيش النظامي في أوكرانيا. بريغوجين رفض توقيع أو إبرام هذا العقد رفضا قاطعا، ولكن قطرة ربما قضمت ظهر البعير كما يقال، هو أن رواية بريغوجين لحقيقة ما يجري على جبهات القتال في أوكرانيا كانت تختلف تماما عن الرواية الرسمية الروسية. ويعني هنا يمكن القول إن صبر الكريملين ووزارة الدفاع قد نفد، وبالتالي هذا الخلاف وصل إلى نقطة ربما لا عودة، لا سيما بعد رفع قضية جنائية بحق بريغوجين وتهديده بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمحاولته الانقلاب، القيام بالانقلاب الحكومي أو التمرد المسلح كما جاء ذلك في الاتهامات أو التهم الرسمية الموجهة إليه. ما هي أهداف بريغوجين القيام بذلك؟ هل هي أطماع سياسية أم هو فعلا تمرد لأسباب عسكرية، مثل ما ذكرت، يعني عدم التوافق على مده بالذخيرة في بخموت، أو رؤية عسكرية أخرى للحرب على أوكرانيا؟ أنا لا أعتقد بأن الاعتبارات العسكرية هي الحاسمة في تصرفات بريغوجين الحالية، لأنه كرجل ذكي وقائد عسكري محنك يدرك تماما أن قوته لا يمكن أن تقارن بكل القوى التي تملكها وزارة الدفاع، ويبدو أن المزيد والمزيد من الوحدات ليس فقط العسكرية إنما الأمنية والتابعة للحرس الوطني سوف يتم استخدامه للتصدي لأي محاولة من قبل بريغوجين للتطول على السلطة والقيام بالفعل بأي تمرد عسكري. أما الاعتبارات السياسية فربما هي موجودة وقائمة من خلال كل التصريحات التي يدلي به بريغوجين في الفترة الأخيرة، لأنه يدرك تماما أن شعبيته ربما أصبحت عالية جدا نتيجة للمعركة التي دارت خلال أشهر عديدة حول مدينة بخموت، والفضل الكبير يعود إلى بريغوجين في إقامة السيطرة على هذه المدينة. هل يرى بريغوجين فاغنر أقوى من الجيش النظامي؟ أنا لا أعتقد بأنه يعني يعتقد بأن جيشه أو مجموعته أقوى من الجيش النظامي، ولكن عدديا طبعا لا يوجد هناك أي فكرة عن تكافؤ الفرص في من سوف ينتصر في أثناء المواجهة المحتملة التي قد تنشب بين مجموعة بريغوجين ووزارة الدفاع. من الواضح تماما أن وزارة الدفاع بحوزتها قدرات ربما أكثر حتى عدديا وأقوى، وبطبيعة الحال يعني ربما مصير بريغوجين أصبح محسوما فيما إذا أقدمت وزارة الدفاع على استخدام المزيد من القوات للتصدي لأي محاولة انقلاب أو تمرد مسلح من قبل بريغوجين. قلت بأنه رجل ذكي، ألا يخشى هذا الرجل الذكي ردة فعل الجيش الروسي كما ذكرت؟
طبعا، ولكن حساباته كما يبدو مبنية على أنه ربما يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع الروسي، وليس من قبيل الصدفة أنه في ندائه الأخير الصادر يوم أمس مساء أو الليلة الماضية دعا من يؤيده إلى النزول إلى الشوارع، ولكن يبدو أن هذه الدعوة لن تلقى آذانا صاغية من قبل الشارع الروسي. تمرد عسكري من قبل قواته ودعوة إلى تمرد شعبي ربما يستميل بها أو يلعب بها على مشاعر من خسروا أبنائهم في الحرب على أوكرانيا. هل هذا كافي لتحقيق مبتغاه داخل روسيا؟ أنا لا أعتقد بأنه هذا كافي لإثارة أي أعمال شغب من قبل أولئك الذين يمكن أن يؤيدوا بريغوجين أو يستجيبوا لنداءاته. لا أعتقد بأن محاولاته في هذا الشأن سوف تكون ناجحة. هل المعارضة الروسية بإمكانها أن تنضم إلى صوت بريغوجين؟ أنا لا أعتقد بأن المعارضة الروسية، وهي بطبيعة الحال شبه غائبة في روسيا، ومعظم المعارضين يتواجدون خارج روسيا، لا أعتقد بأن لديها ما يجمع بينه وبين بريغوجين، لأن بريغوجين ربما تعتبره المعارضة الروسية من الرجال الأكثر تشددا من القيادات السياسية والعسكرية، طبعا وفقا لمواقف المعارضة. كل ما جاء على لسان بريغوجين منذ ليلة أمس وإلى غاية الآن هو في شكل تهديد، في شكل لهجة أو لهجة تصعيد حينا للجيش الروسي، وأحيانا أخرى يحاول ربما إغراء الجيش بأفكاره داخل روسيا. إلى أي مدى يرى بريغوجين في الجيش الروسي ثغرات بإمكانه أن يدخل منها لمحاولة الانقلاب؟ أنا لا أعتقد بأن بريغوجين يعول على جذب المزيد من أنصاره، ويرى هو بالفعل كما تفضلت ثغرات بداخل الجيش الروسي سوف يسمح له بجذب المزيد من الجنود من الجيش النظامي إلى جانبه. هذا الأمر برأيي أنا شبه مستبعد، لأن بطبيعة الحال عناصر الجيش النظامي ينفذون بشكل دقيق أوامر القيادة العسكرية، وهي المتمثلة طبعا في وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، ولا يمكن أن نتوقع بأن هناك من يؤيد أو يتجرأ رسميا على تأييد ودعم هذه المحاولة التي يحاول القيام بها بريغوجين الآن. إلى أين تسير الأمور برأيك؟ ما هي توقعاتك في الساعات القادمة، خاصة مع تهديد بريغوجين بالزحف إلى موسكو في حال عدم قدوم رئيس الأركان ووزير الدفاع إليه إلى روستوف؟ بما أن هناك عدد من القياديين العسكريين الروس، وهم يبدو أنهم يشاركون الآن في اتصالات ببريغوجين، يبدو أنهم سوف يستطيعون إقناع بريغوجين بالتخلي عن هذه المحاولات وتسليمه للسلطات، وربما اعترافه بأخطائه أو بجريماته حتى سوف يخفف نوعا ما من الحكم المحتمل الصادر بحقه، وهذا بطبيعة الحال لمصلحة بريغوجين نفسه، لأنه يدرك أن الفرص غير متكافئة بينه وبين يعني قيادة الجيش. شكرا جزيلا لك يفغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي، كنت معنا من موسكو.